إحنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا قاعدة العنصرية، قاعدة يهودية. نحن العرب صدرنا أوسع من أن نكون عندنا التحجر عربي وبس ما بنعترف على عجمي. قالت قريش أيا للعرب تسوية، هل يستوي عجم مع نسل قحطانة؟ من لآله قريش يلي لسعتهم على عصبيتهم، هل يستوي عجم مع نسل قحطانة؟ نحي الصعاليك، من وقت بلال الحبشي صهيب الرومي سلمان الفارسي، نحي الصعاليك واسترشد أشاوسنا، في رواية كمان غطارفنا، يأتيك كل كريم الأصل مزعانا، واجعل لنا ميزة عن أهل صفتكم، وهل يسوي طرير القوم عريانا؟ أجبت تبت يدا عمي أبي لهب، بلال منا وزد في الآل سلمانا، إنا عبيد ورب العرش بارئنا، وإن أكرمنا لله أتقانا. هالقاعدة هي فتحت قلوب العجم وبخارة وطشغند وفرغانة، وين ما بدك روحي بمشارق الدنيا ومغاربها تجدينا. شوفي شوفي ببخارة تمسكهم بالإسلام فزوا ضد روسيا. منين هي؟ قال من القاعدة. وضعها رسول الله، جمع أهل بيته، قال لا يأتيني الناس بأعمالي وتأتوني بأحسابكم بأنسابكم. يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، والله لا أغني عنك من الله شيئا. لصفية ألم